إجراءات أمنية مشددة للغاية شهدتها مناطق شمال بابل وحزام بغداد تماشيا مع الارتفاع الكبير في أعداد الزائرين المتجهين إلى كربلاء سيرا على الأقدام. وقامت القوات الأمنية من الجيش والشرطة بغلق الكثير من الطرق النيسمية، تأمين الحماية على محاور حركة الزائرين التي تؤدي من المحافظات الوسطى والجنوبية ومحافظة بغداد باتجاه محافظة بابل ومنها إلى محافظة كربلاء المقدس. فيما يخص العجلات الصغيرة، هناك تدقيق أكثر من المعتاد على حركة هذه العجلات، حيث أن محافظة كربلاء تمنع دخول العجلات بأنواعها إلى هذه المحافظة. وفيما يخص محافظة بابل، ولقلة الجراجات وقلة المساحات التي من الممكن أن تقف بها هذه العجلات، تم تحديد حركة هذه العجلات إلى مناطق الجراجات التي نوهنا عنها سابقا. جهاز الأمن الوطني الذي قام بنشر عدد من عناصره بالزي المدني أعلن اعتقال مجموعة مسلحة كانت تنوي استهداف الزائرين. تم القيام بعمليات استباقية بالتنسيق مع قيادة شرطة بابل، حيث تم إلقاء القبض بمعدل يومي على 5 إلى 6. أصبح عدد المعتقلين بحدود 12 معتقل وفق المادة 4 إرهاب بعمليات استباقية. كذلك تم تفكيك عبتين كانت منصوبة في طريق زوار أبا عبد الله الحسين. حقيقة كل أجهزتنا الأمنية بكل أصنافها وصنوفها قاعد تعمل في بودقة واحدة من أجل استتباب الأمن وحماية الزوار أبا عبد الله الحسين. وفي وقت انتشرت مواكب توزيع الطعام والشراب هي الأخرى بأعداد كبيرة لتقديم خدمات الطعام والشراب والعلاج، أشاد زوار التقتهم الحرة بمستوى الخدمات المقدمة والإجراءات الأمنية. نقدم معلاك، نقدم حليب، بيض، عندنا أجبان أشكال نقدمهم. واجبات بالنسبة لهم لازمين على المواكب، كل نقطة بها عنصر أمني وعنصر من العسكريين. جيت من محافظة ديالة قضاء المقدادية ناحية الوجيهية، الحمد لله والشكر بخير. الطريق كله زين، أمين وأمان، الخدمات المتوفرة، كل شيء. هذه الجموع المليونية من الزائرين المتجهين إلى كربلاء تسير وسط إجراءات أمنية مشددة وخدمات وفيرة يقدمها أصحاب المواكب المنتشرين على طول هذا الطريق. من شمال محافظة بابل، ميثم الشماني، الحرة.